حنا جينا للمارشي ديال الخضر اللي كتشجع الخضر كلها لافريقيا، حتى شي حاجه راه ما واقفه، كل شيء خدام الحمد لله على عيني العديان. اللي بغى ولا كره راه الكاميوات غاديين جايين الحمد لله، ما كان حتى شي مشكل. هاد الشيء راه تيوقع، ولكن هادي الدواء ديالها الخدمه الحمد لله. هانت هادو غادي اللي في بريطانيا، هذا السنغال، ها الاخر حتى هو هو السنغال، ها هو وكيسردو تبارك الله غينيا والمالي والنيجر والبوركينا فاسو، كل افريقيا تبارك الله كتستافد منه. وإلا خططنا حنا افريقيا الفلاحه راه كيضروا بزاف وبزاف، انه ما هو المركز ديال المغرب، الفلاحه بعدا والمعامله والمواطن وكل من اللي هذا كيعاونونا افريقيا. وحنا هذا الشيء اللي داروا هاد الناس ما بيناش لبلادنا وما بيناش هذا وما بيناش حنا دوك الناس نضروا لحنا ولا هما. خصنا حنا المسلمين تعاونوا بيناتنا، افريقيا خصها تعاون بيناتنا. وحنا تبارك الله المغرب عندنا راه تبارك الله راه ما شاء الله كيجي لقدام، ماشي كيتوخر الليل، بقينا بهذا العمل جاي لقدام تبارك الله. الكاميوات كاينين، كل شيء كاين الحمد لله، ما نقنتوش والله ينسال سيدنا ما نقنتوش. الحاجه اللي بقات فينا وكتعلمنا بزاف هو داك المشكل اللي وقع للناس ديالنا وصحابنا الله يرحمه مساكن، اللي مات الله يرحمه، اللي باقي مسكين مريض الله يشافيه، الله يعفو عليه، الله يخلي وليداته، وكنتمناو شي ما يتكررش. وحنا راه حنا ما غنوقفوش، وحنا راه خدامين الحمد لله، وراه كلشي موجود. انتم كما كتشوفوا الشاحنات غادي لموريتان، الشاحنات كاينين للسنغال، كاينين للمالي، وشي حاجه راهي خرجت وشي لا باقي في الطريق الحمد لله. والديوانه راه ديما عامره وخدامين وما غنوقفوش رغم ذلك. وحنا كنطلبوا هذه الحاجه هما ان الشوافر ديالنا يبقاو تما في الحمايه، كما حنا الحمد لله محميين بلادنا، حتى هذوك راه خوتنا وحبابنا تما يبقاو تما خدام معنا مزيان، لانهم هذوك هما كل شيء، هذوك الناس هما كل شيء. حنا كنشارجوا اليوم هنا نعطوهم الرزق ديالنا ونعطوهم السلعه ونعطوهم كل شيء اللي كيحتاجوه، وكنتمناو توصل الموالي على خير وبخير، وكنبغيو ذوك الناس تما يبقاو عايشين في سلم وسلام، وكنتمناو السلامه للجميع. الكاميوات المشارجين هانتوما كتشوفوا فيهم تحت ديال الكاميوات اللي كيشارجوا، والاخرين راهم خرجوا، والاخرين راهم في كاينين، والاخرين ها هما في كيشارجوا، ها الاخر في كيشارجي، والحمد لله السلعه كاينه موجوده والكميات موجودين. بصراحه هادشي ضرنا وضرنا بزاف، خصوصا حنا كمغاربه وكنخدموا وكنشارجوا هاد الخضره هادي لافريقيا من موريتانيا، السنغال، مالي. وهادشي اللي وقع في مالي زعما اثر علينا بزاف، واثر على المغاربه كاملين ماشي غير علينا حنا. وبالنسبه الحمد لله التجاره ديالنا ولا الخدمه ان شاء الله راه غاديه وغاديه في القدام، حنا ان شاء الله ما عمرنا ما غادي نوقفوا وديما خدامين ولله الحمد. يعني واش هادشي خلعكم ولا ما خلعكم؟ لا لا الحمد لله، حنا هادشي بالعكس يلاه زاد عطانا الجهد وزاد عطانا شحال من حاجه، تعلمنا شحال من حاجه الحمد لله.